موازنه جزء توصلنا في شهر السادس او السابع. زي. اذا اقرت منا للسادس للسابع للثامن مع خلافات الجانب الكردي مع خلافات السني، شنو وضع حال المحافظه؟ يعني احنا على مستوى المشاريع ما تتوقف، لان عندنا صرف درعات عمل منجزه. الان مشاريع اي مقاول يشتغل انه نرفع الاعمال المنجزه الى وزاره التخطيط ووزاره الماليه تمول. نعم. ما عندنا مشكله بهذا الجانب، لكن مشاريع جديده لا يمكن إحالة مشاريع جديدة إلا بإقرار الموازنة. ماكو إحالة مشاريع، يعني إحنا من أنا نصف السنة ماكو أي تقدم لا. بالمحافظة استثماريا لا لا، حتى بعد إقرار الموازنة إحنا في بداية العام القادم يلا تبين مشاريعنا الجديدة إذا أحيلت مشاريع جديدة. هنا أنا وقفتني بالنصف، يعني أنت مطلوب منك منجز ومطلوب منك إعمار، والناس شوية على هبة التظاهرات بمحافظاتك تذهب وتختفي. تظاهرات يومية عندنا، دا اقول لك بس ما راحت باتجاه الخدمي، وانت محتاج سنه لقدام للسنه القادمه، وبنفس الوقت انت امام تقييم من الحكومه، هاي شلون راح تحلها؟ بالتالي انا لا اخشى من اي تقييم يكون مهني على قدر الصلاحيات والمسؤوليات والمبالغ المخصصه الي. اصلا احنا كمحافظين، السيد المحافظ يتذكر اي اول يوم باجتماعنا مع السيد رئيس الوزراء في هذه الحكومه طلبنا أن يكون تقييم مهني وعلمي للمحافظات. من نحدد المسؤوليات بين المحافظات والوزارات حينها سيؤشر أين الخلل. اليوم ما أقيم من خلال العواطف أو الاجتهادات السياسية، التقييم تعال أنت شو منطيني من إمكانات مالية من صلاحيات، وجيب لجان تقييم علمية ومهنية وخلي تقيم. بالعكس اليوم السيد رئيس الوزراء يريد فريق ناجح.